ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا عالفرح موال عالبيت. الله، امال فين الحراسة اللي معاك؟ الحراسة اترفعت يا زيتون. انت مين؟ ما تستعجلش على رأسك. ما رضيتش اصحيك، قلت عندك شغل كتير النهارده، سيبك تستريح. انا فاكرك ظابط جمال الجبالي بتاع الكنيسة. الله ينور عليك. الكنيسة وغيرها وغيرها، ما انا ملف تقيل. بس مش هتقل من ملفك يا زيتون. انت جبت الورق ده منين؟ الله، ما تبقاش غبي بقى. انت اللي قتلت المهدي وقتلك وراه. ليه؟ ليه يا جمال؟ اديني سبب واحد اخليك تعيش عشانه. اللي انا استلمتها كده، اللي انت عرفته ده طول الوقت بيحصل، اللي قبلي عملوه واللي هيجوا بعدي برضه هيعملوه. بكل بساطة كده، بتدفنوا السم والمرض للناس تحت الأرض. ما كفكوش إن أنتوا سرقتوا منهم النهاردة، عايزين تسرقوا منهم بكرة كمان. وأنت بقى المحامي بتاع الناس؟ الناس مالها يا جمال؟ أمال مال مين؟ مال مين يا زيتون؟ مال السلطة. البلد، إحنا في دولة لازم لها نظام واستقرار. أوامر تتمنع وأخبار تتحجب، وأنت ما تقدرش تعمل حاجة غير إنك تنفذ وأنت ساكت. سياسة لو حصل أي غلط محدش يسأل، لأن محدش واخد باله إنه يسأل أصلا. ولو حد سأل مش مستني يسمع إجابات، لأنه طول الوقت بيسمع كذب. من كتر ما الناس زهقت من كذبكم حسوا إن خلاص مفيش صدق، مفيش حق، نسيوا يعني إيه عدل ربنا يا زيتون. لو هتتكلم عن العدل ما تلبسنيش الموضوع لوحدي. معلش. أنت اللي جيت لوحدك تحت رجليا يا جمال. افهم، احنا مش شياطين زي ما انت فاهم، احنا بني ادمين زيكم، وساعات ضميرنا برضه بيتعبنا، بس احنا ما نقدرش، لازم ناخد قرارات حاسمه وفي اقل وقت. على حسابني؟ على حساب الناس؟ الله يخرب بيت الناس. يعني انت فاكر لو قتلتني دلوقتي الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول هيعيشوا في جنه؟ لا يا جمال، هيعيشوا في خراب ودمار وفوضى. معلش، بس برضه هنحاول نعدلها يا زيتون. جمال استنى يا جمال. احفر. احفر ايه؟ احفر. مش عارف هتستفيد ايه من كل ده. حاجة واحدة عايز اعرفها منك، الجهاز السري اللي انا كنت شغال فيه ليه وازاي؟ يا جمال افهم، النفايات دي ارباحها مهولة، الأرباح دي بتتوزع بالليستة، كل يوم الليستة بتكبر، أسماء بتزيد والأرباح بتزيد وبرضه العيون بتزيد. كان لازم يبقى فيه جهاز علشان يحمينا. الجهاز اتعمل في الأول علشان الحماية بس، وبعد كده اتطور زي ما كل حاجة بتتطور.
أي أمر بيطلب تدخل غير رسمي كنا بنلجأ لكم حضرة الضابط. ومشت الحكاية على كده وبقى أمر واقع. أبو عفور كمان بلاش تعمل اللي بتفكر فيه. طب اديني حقي الأول. حقك؟ هو أنت لسه ليك حق؟ آه. قدم الورق اللي معدي كله للنيابة وهما يحكموني. القانون في بلدنا بيجي عند الإزاك وكل حاجة تقف وتتلخبط. الميزان فجأة بيطب والظلم بعين العدالة، والعدالة العامة هي اللي بتفتح. المظلوم يضيع حقه والظالم يطلع براءة. طب حاكمني أنت، أنا واثق فيك، أنا قلت لك كل حاجة أهو. ما أنا حاكمت خلاص. أنا أصدرت حكم عليك، حكم واجب النفاذ، لا في نقض ولا في استئناف، حكم بالإعدام يا زتون. جمال، أنا حكمت البلد دي 30 سنة. سيب المدعو اللي في ايدك ده واشرب كوبايه الشاي تروق دمك. مش عايز شاي، انا اشرب اللي انا عايزه واعمل اللي عايزه. خش جوه. انت ايه اللي عاجبك فيا؟ ايه اللي خليك تذلي نفسك معايا؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ليه؟ ليه يا سيال؟ مش عايز اشوف وشك هنا في البيت تاني، اطلعي بره. حرام عليك، انا سبت الدنيا كلها عشانك، عاندت اخويا. ليه؟ ليه بتفرط فيا بالسهل؟ ده انا شارياك. حرام عليك. فيه. انت علي ميري؟ ايوه انا علي الميري. هتوم سيبيني، انا همشي لوحدي. سيبني، سيبيني، همشي لوحدي. تمام يا جمال. بوبو خلص كل الاجراءات، احنا هنتحرك دلوقتي على طول. بس برضه مش عايز تقولي انت فين. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. إن شاء الله يا أستاذة، ولا أنت ما زهقتيش من القعدة هنا؟ لا يا بابو، كفاية قوي كده. تحبي أجيب لك كرسي لحد العربية تحت؟ لا يا بابو، أنا عايزة أمشي تاني. طب على مهلك، واحدة واحدة. أنا كنت بس عايز أريحك. تريحني لو تقول لي جمال فين؟ جمال ما ينفعش يبقى مأمني أمانة وأخونه فيها. أمانة؟ هو محضر لك مفاجأة وبيظبطها دلوقتي، ولازم تشوفيها بعينيكي. مفاجأة؟ مفاجأة. يلا يا عروسة، العريس مستنيكي. عريس؟ آه!
بحبش الراجل يبقى عامل زي الكتاب المفتوح. عكس الراجل يحب يبقى شايف كل حاجة في الست. إنما الست ما تحبش تعرف خبايا الراجل وأسراره. تحب كل يوم كده تكتشف حاجة جديدة فيه، تشوفه كل يوم بشكل مختلف، كأنها بتتعرف عليه لأول مرة زي جمال كده. ما حدش قالك انك عايز تتعالجي؟ لا بس قالولي انك ما بتفهمش. طب ده حلو، ده حلو قوي عشان تشوفني مختلف كل شويه. بس انا عارفك بتزهقي بسرعه. لا يا حبيبي انا عارفه كده عنك من زمان. خدي. مش عايز. الله مالك فيكي ايه؟ هتعمل ايه لجمال يا اشرف؟ جمال مين؟ الغامض ولا المكشوف؟ والله انا غلطانه، انا جاي اتكلم مع واحد حيوان زيك. تعالي بس تعالي اقعدي بس. مالك فيكي ايه؟ جمال هيبقى زي الفل، انا ماسك قضيته. وبعدين ما تمثليش، مفيش حد فيكم كلكم قلبه على جمال قدي. مالك بجد فيكي ايه؟ كل مره باجي لك هنا ببقى فاكره اني جاي لواحد بني ادم هيفهم. بتلاقي حمار مش كده؟ وانا مش عايز ابين لك ان انا فاهم كل حاجه، لا تقلقي. فاهم ايه بقى ان شاء الله؟ فاهم انك بتحبي جمال، وعلي ده بالنسبه لك زي الجزمه والشنطه والعربيه، الحاجات اللي بتجيبيها وتزهقي منها بسرعه. انت بتقارن جمال بعلي؟ خالص، انا بقول لك اللي جواكي. انا ماشيه. ماشيه فين بس؟ استني. ما صدقت ان انت جيتي. وبعدين خلاص يا ستي، مش هقارن جمال بعلي. امشي يا علي، امشي. علي وحش. علي كخ. خلاص بقى. في ايه؟ اوعى. يا بت خلاص، في ايه وغلط؟ اوعى بقى. يا بت خلاص. لا اوعى. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ مش عارف. يمكن اروح المحطة. ويمكن اكسر. محطة؟ أنا صحيح قولي لي. هي البت الأولى دي إيه نظامها؟ وأنت مالك بيها؟ أسحب. ذوقك زبالة. يا شيخ. زي ما بقول لك. من ورا قلبك. بابا. أنا آسفة يا أشرف، لأن أنا جايلك في وقت زي ده ومن غير ميعاد. لا لا خالص خالص. طب اتفضلي. واضح إنك مش قولها. لا خالص، دي زبونة عندي في المكتب، في مشكلة كده، في حاجة أنتِ؟ لا لا خالص، بعدين هبقى أجي لك في وقت تاني. عن إذنك. ربا ربا. مش بقول لك ذوقك زبالة. أيوه.